السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قناه وصفات الاحلام. اليوم حضرت لكم تحليه بسيطه لذيذه جدا في المتناول، موجوده في كل بيت، مقاديرها متوفره، بنكهه القهوه والكراميل. هذا هو قوامها، اتمنى ان تعجبكم. تابعوا معي المكونات وطريقه الاعداد. سنحتاج كمقادير نصف لتر من الحليب، فلان بنكهه الكراميل، نسمات هذا فلان عادي بدون سكر. ساحتاج الى كريم باتيسيير او الكاسترد، اذا لم تتوفر يمكنكم تعوضوها بالنشا، ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، ملعقه صغيره من الزبده. بالنسبه للسكر، ملعقتين كبيرتين ونصف، ودائما السكر يبقى حسب الرغبه. بالنسبه للطريقه فهي بسيطه جدا، ساضع السكر مع الحليب، قهوه سريعه الذوبان، فلان كراميل، وهنا يمكنكم تعوضه فلان الشوكولاته، والكاسترد او الكريم باتيسير. نمزج الكل جيدا. بعد ذلك وضعت كل على النار، نحرك باستمرار حتى لا يلتصق الكاسترد او النشا اذا وضعنا النشا. هو الان جاهز، اطفئ النار ومباشرة اضيف الزبدة واحرك بسرعة حتى تذوب الزبدة مع الكريمة او التحلية. ومباشرة اضع التحلية في الكؤوس بهذه الطريقة. يمكنكم وضع البسكوي من الاسفل، يبقى حسب الرغبة. املأ الكؤوس. تركت التحلية حتى أخذت درجة حرارة المطبخ. سأقوم الآن بتزيينها، سأزينها بهذا النوع من الحلوى على شكل سيجار بهذه الطريقة. نضعها فيها قبل أن ندخلها إلى الثلاجة بهذا الشكل. بعد ذلك سأزينها فيرميسيل أبيض، دائما تزيين اختياري. فيرميسيل طبعا هو شوكولاتة، شوكولاتة بيضاء. ثم تبقى اللمسة الأخيرة، حبة شوكولاتة على شكل قهوة، أضعه في الوسط لتبدو أنها بنكهة القهوة، وأضعه في الثلاجة مدة ساعة ونصف تكون جاهزة، ثم نقدمها. وهذا هو الشكل النهائي لتحلية اليوم، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك. إلى اللقاء.